قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نور الحق يشع في المساجد، أو إن أردت أن تقول نور الله يشع في بيوت الله في المساجد. لقد ذكرت في الحلقة السابقة أن الله تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، إلى آخر الآيات. من أين يشع نور الله؟ المسجد أيها الإخوة بالنسبة للمسلمين هو كل شيء، ولذلك ترون هؤلاء الذين ينزعجون لأن الناس قال كفروهم في سوريا مثلا، قذائفهم ومدافعهم توجه إلى ماذا؟ إلى المساجد، والذي لا يصدق لينزل إلى سوريا وراء المساجد. حتى مسجد خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي يحقدون عليه هؤلاء الكفار، فهو كان الفاتح لهذه البلاد، وهو الذي شرفنا الله بسببه أن ننتسب للإسلام، يحقدون عليه فيقذفون حمامهم على بيوت الله وعلى مسجد خالد بن الوليد في حمص والعياذ بالله تعالى. ثم بعد ذلك ليسوا هم كفار، لا لا، ما كفار، أنجسوا من الكفار، خنازير. فإن فهموا فليتوبوا إلى الله وليثوبوا إلى رشدهم، وأن لم يفهموا فإن الله يستدرجهم، ولكن سيأتي ملك الموت عند ذلك ينقذ أنفسهم، ويندموا حين لا ينفع الندم، ويكونون كفرعون الذي قال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل، فلا يقبل الإيمان عند الموت، الآن وقد عصيت. ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول إذا إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، في أي لحظة يقبل على الله ويتوب بإخلاص يقبله الله، إلا إذا جاء ملك الموت. لما يرى ملك الموت بده يقبض روحه، كل الناس بتآمن يقول لك والله حق، بس ما بقبل الإيمان، هذا إيمان مضطر. فربنا تبارك وتعالى يبين لنا هذه البيوت، بيوت الله، المساجد التي يشع منها نور الله الذي ذكرناه في نص سابق، الله نور السماوات والأرض. يقول الله تبارك وتعالى هنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أمر الله بإعمار هذه البيوت التي اسمها المساجد، ففيها يظهر نور الله تبارك وتعالى وهدايته. أما أذن الله أن ترفع، أي يرفع شأنها ويرفع بناؤها ليكون إعلاؤها معالم بارزة للبلدان الإسلامية، للأمة الإسلامية. فالمساجد هي المدرسة الإيمانية للمسلمين، المساجد فيها يعقد اللواء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام،
أي منها ينطلق الجيش المقاتل والمجاهد في سبيل الله. في المساجد تكون خطب الجمعة في كل أسبوع، يعود المسلمون فرضا عليهم أن يستمعوا لموعظة تذكرهم بالله وتبين لهم الخير من الشر. فالمسجد في حياة المسلم هو كل شيء، هو مكان الهداية، هو مكان الإشعاع، هو مكان نور الله تبارك وتعالى. انظروا إذن، انظر معي إلى من يدعون الإيمان وبطونهم مع اليهود، ويقتلوننا من أجل اليهود، من أجل عيون اليهود حتى لا تقوم لنا قائمة، فينزعج اليهود إذا كان قام الإسلام وقاتلوهم. اليهود يعلنون دولة يهودية ولكن نحن إسلام، لا إرهاب، ما يصير هذا. فيقتلوننا لإسلامنا ثم يزعمون أنهم مؤمنون، أنهم مسلمون. إيه معلش، يزعموا ما شاءوا، جايين على الطريق، طالما ملك الموت موجود وربنا تبارك وتعالى يأخذ الظالم بما شاء، اللهم اكفنا هؤلاء الظلمة بما شئت، طالما أن هذا هو الخالق المالك المسيطر رب السماوات والأرض، فنحن اعتمادنا عليه واتكالنا عليه. وكثير من الناس نساء ورجالا وأطفالا ترفع يديها إلى السماء وتدعو على هؤلاء الظلمة الذين هم من بلادنا أو أتوا من الشرق أو من الغرب، كلهم ظلمة مجرمون، أيدي النساء والأطفال والشيوخ ترتفع إلى السماء وتدعو عليهم، يا ويلكم من عذاب الله. فالبيوت التي يضربونها ويحقدون عليها، هذه البيوت لماذا يحقدون عليها؟ لأن الله أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لا، يحبون أن يذكر في هذه البيوت، في هذه المساجد، اسم الطاغوت. نعم، جاء الأمن إلى المسجد الذي يخطب فيه ابني وقال له لما لا تدعو للرئيس، وأرسلوا إلي بشكل غير مباشر عندما كنت مديرا لجامع الأموي وكنت خطيبا فيه، أرسلوا إلي بشكل غير مباشر أنه ينبغي أن تدعو للرئيس. هذه البيوت أذن الله أن ترفع ليذكر فيها اسم الله وليس اسم الطاغوت، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ماذا يكون فيها؟ يسبح له بالغدو والآصال، يسبح لله، ينزهه، لا يسبح ويمجد للطاغوت فلان وفرعون فلان، لا، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال نكرة تعم وتشعر بالكثرة، رجال لا تلهيهم، قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لذلك قال يسبح له فيها بالغدو والآصال. الغدو، الغدوة مصدر بمعنى الغدوات، وهي ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، والآصال جمع أصيل، حين تصفر الشمس مساء من الغروب، أي يصلي فيها المسلمون في هذه المساجد في الصباح والمساء وما بين ذلك في الظهيرة والعصر. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. بالمناسبة، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يقول فيه أن المؤمن إذا دخل المسجد يقول عليه الصلاة والسلام، طبعا من السنة أن يدخل برجله اليمنى ويخرج برجله اليسرى، وإن فعل غير ذلك لا إثم عليه، ولكن إذا فعل فله الفضل وله الأجر. إذا دخل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج، يعني خرج من المسجد، فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. رواه الإمام مسلم والنسائي وغيره. إذن يسبح له لله في المساجد، في هذه البيوت، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، الله في قلوبهم دائما، يهرعون إلى بيوت الله ليذكروا الله لا ليذكروا المخلوق، ليقيموا الصلاة بشرائطها وأركانها وبخشوعها وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يدفعون حق الفقير
وهم انتهزوا المناسبات والشدائد على الناس حتى يعني يستفيدوا منهم مال ويحتكروا الأمور حتى يبيعوها بسعر غالي ويربحون. لا، المؤمنون لا يفعلون ذلك، ولكن المؤمنون يخشون ربهم، مع أنهم يصلون ويزكون يخشون ألا تقبل صدقاتهم أو صلاتهم، فهم يخافون من الله ودائما في تحسين لأوضاعهم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وهنا في هذه الآية يقول عن هؤلاء المؤمنين في المساجد: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقت الشدة يا إخواني تنفتح العين وينظر الإنسان هكذا وهكذا مذهولا، فيقلب بصره هكذا وهكذا ولا يدري ما يحصل له. يخافون يوما، أي يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، تتقلب فيه القلوب والأبصار. ماذا يكون للمؤمنين؟ عرفنا الكافرين وعقابهم في آيات كثيرة. ماذا يكون لهؤلاء المؤمنين الذين يصلون ويخافون يوما ويزكون ويخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. يعطيهم الله حسنات على أعمالهم ويزيدهم من فضله، فيضاعف لهم الأجر، يضاعفه 10 أضعاف، الحسنات بعشر أمثالها، أو 700 ضعف أو أكثر، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهنا قال تبارك وتعالى عن زيادة الأجر والرزق في الآخرة في الجنة للمؤمنين المتقين الذين يخافون الله: والله يرزق من يشاء بغير حساب، بل يعطيه الأجر بدون حساب. انظر يا أخي، إذا كان واحد إنسان عادي مثل حكايتنا بده يعمل خير، بده يقدم لك هدية، بده يقدم لك، يعطيك 10 ليرات، 15 20، 1000 2000، 3000. أما إذا كان غني والكاسة عنده مليانة وبده يعطي واحد من يحبه ويكرمه، يعطيه بغير حساب، إذا كمش كمشي وعفاه بيعطيه الألفات. فرب العز خالق الكائنات، خالق الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، عندما يجزي عباده المؤمنين بغير حساب معناها يعطيهم عطاء لا عطاء بعده، ولا يتوقعونه أكثر مما أن يتوقع. والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، ارزقنا من الحسنات بغير حساب، وافتح لنا أبواب رحمتك وفضلك، ودمر أعداءك المتسلطين الظالمين الذين أهانوننا وأذلونا واستباحوا دماءنا، إنك المنتقم العزيز الجبار يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.